معي أجواء ملعب سيج. معنا مباشرة زميل بلال زعموشي في ملعب سيج معنا في هذه الصور. هل الصور جاهزة في هذا النقل المباشر؟ نعم بلال زعموشي معنا، أهلا وسهلا بك من ملعب سيج. نرى يعني خلفك مدرجات مكتظة عن آخرها، الجميع يتحدث بلغة الانتصار، الجميع يتحدث بلغة تحقيق الكأس العربية لأول مرة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. هل لك أن تصف لنا هذه الأجواء قبل حوالي نصف ساعة عن انطلاق هذه المواجهة؟ أهلا بك زميل إبراهيم، أهلا بجميع مشاهدي قناة الشروق نيوز. كما قلت أجواء كبيرة هنا وأجواء عالمية بملعب سيج. يتبادر لك بمجرد مشاهدة هذه الصورة أن الأمر يتعلق بمنتخب الأكابر، لكن هي الحقيقة أنه منتخب أقل من 17 سنة في نهائي كأس العرب أمام المنتخب المغربي. حضور جماهيري كبير، أجواء رائعة يصنعها الأنصار الجزائر كما تشاهدون خلفي في الصورة. أجواء كبيرة منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، منذ الساعة الخامسة كان توافد كبير كما تابعتم في المواعيد الإخبارية الماضية. الأنصار كلهم حاضرون، عائلات بأكملها حاضرة في ملعب سيك من أجل مناصرة المنتخب الوطني. كما قلت سابقا المنتخب الأنصار المنتخب الوطني أصبحوا يعطون قيمة لأي منافسة. كأس العرب أقل من 17 سنة، حضور جماهيري كهذا لم يسبق له مثيل في الكأس العربية. وكما قلت سابقا المدرب منتخب السعودية قال نهائي كأس آسيا للأكابر، لا تشاهد هذه الأجواء الخيالية من أنصار المنتخبات. لا بأس زميل إبراهيم أن أذكر بتشكيلة المنتخبين. المنتخب الوطني بقيادة المدرب رزقي رمان دخل بالتشكيلة الأساسية ماتياس حماش، يونس بيداني، عبد الحق بن يدر، محمد عبد المجيب، مسلم أناتوف، شفعي قرقور، زياد محمد، علي صالح علي، يوسف بالقايد، فايز عمام، إلياس بوعلام، نادير بو يعقوبي. البدلاء عبد الوهاب ساطة، مليك كحلوشي، أنيس عابد، فتحي كساسي، عصام يزيد، فادي بن عبد القادر، إسماعيل طيب شحمية، زياد نجم الدين نمر، مهدي بوثلجة، إدريس مساهل، رامي بوعويش، وطارق حمادي. وكما قلت المدرب رزقي رمان تشكيلة المنتخب المغربي الأساسية: طه بن غيزل، حمزة كتون، عبد الحميد، آية بودلال، آدم شاكير، سعيد الرافعي، سفيان مدكور، آدم حنين، معاد بن كيزان، عبد الحميد، معالي إسماعيل، بختي، الثائر أيمن. أما قائمة البدلاء فنجد فيها كل من حسام بن زبيب، حاتم عفير، مروان بياض، محمد البطيحة، حمزة أجليد، سيف الدين الشلاغمو، محمد كبداني، محمد أرشيدي، شمس الدين العلالي، محمد قنيت، وحمزة المتوكل، وأنور بن فائدة. وتحت قيادة أسطورة الكرة المغربية المدرب سعيد شيبة طاقم تحكيمي هو الآخر مصري، بقيادة محمود ناجي من مصر، مساعد أول هاني عبد الفتاح مصر، وكمساعد ثاني أبو منجي أبو شكيوة. المباراة كما تشاهدون أجواء كبيرة، عناصر المنتخبين دخلت منذ لحظات من أجل إجراء عملية الإحماء قبل انطلاق المباراة بدقائق فقط. نعم. التي ستنطلق على الساعة 8. المنتخب سيد يبدو أن ولو أن هذه الدورة دورة تحضيرية. الخط انقطع بيننا وبين ملعب سيج، لكن الصورة عادت. زميل بلال زعموشي إن أمكن، شكرا على كل هذه التوضيحات والتشكيلة الأساسية سواء للمنتخب الوطني الجزائري وحتى المنتخب المغربي. إذا أمكن التقرب من أنصار المنتخب الوطني الجزائري المتواجدون بقوة في ملعب سيج من أجل أن نتابع تكهناتهم وتصريحاتهم.